العقليه ونقدر ان ممارسه المشينه للعنف ونكسر حلف الصمت. السلام عليكم. اليوم عندنا اليوم الثاني التكوينات جمعية الحصص. هذا التكوين كيختص تعزيز التغطية الإعلامية الهادفة القائمة على الدور الاجتماعي في المغرب. حنا كنعرفوا أن العنف أصبح ظاهرة اجتماعية وآفة. هذا التكوين الهدف منه هو تصحيح المفاهيم والمصطلحات المتداولة في كتابة التقارير، وايضا اظهار بعض المبادئ الاساسيه التي يجب ان يتحلى بها الصحفي والاعلامي حتى يوصل الفكره مع تضافر الجهود مع المؤسسات المعنيه بهذا الامر، سواء النيابه العامه او خلايا التسلط انصات النساء المعنفات. وكنتمنى ان تكون الدوره نفيد ونستفيد. وشكرا. الاسم والصفه كامله؟ منى بن حدو، منسقة جهوية ديال أخبار الفجر ومؤطرة ديال هذا البرنامج هذا. شكرا. السلام عليكم. معكم نوال البخاري، فاعلة جمعوية داخل فريق جمعية الحصحص التنمية البشرية. حنا اليوم بصدد دورة تكوينية، الهدف منها هو تعزيز التغطية الإعلامية الهادفة القائمة على النوع الاجتماعي. الورشة عبارة عن يومين، اليوم الأول كان عبارة عن ورشات لتصحيح المصطلحات والكلمات المستعملة في المقالات الصحفية. اليوم الورشة عبارة عن تطبيقات المقابلات الصحفية بالإضافة إلى عرض دليل التغطية الإعلامية الهادفة. هذا الدليل اللي أعدته منظمة المرأة بشراكة مع أربعة ديال الجمعيات على المستوى الوطني. الهدف من الدليل هو تجويد التغطية الإعلامية فيما يخص قضايا النساء وتسليط الضوء على مجموعة ديال التعثرات اللي كيعرفوها صحفيين فيما يخص التغطية الإعلامية للنساء. نأمل أن الصحفيين يعتبروا هذا الدليل مرجع لهم ويعتمدوا عليه في التغطية ديالهم لقضايا النساء. وشكرا. أمينة بنا الإعلامية بمدينة قصر الكبير، هو بقية الكبير وقاتلة برجال طنجة الإعلامية. بالنسبة لهذا اليوم تعزيز التغطية الإعلامية الهادفة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في المغرب، كانت عندنا دورة تكوينية حاولنا أننا نتقسم فيها مجموعة من المعطيات والمعارف. حنا دورنا كنا تقسمناها مع خبراء دوليين من أجل أننا نغيروا النمطية ديال الصورة، المصطلحات ديال كيفية كتابة تقرير على العنف القائم على النساء، ذلك كيفية يعني حوار، كيفية أننا نستخدم الحوار مع الضاحية أو مع الناجية. كل هذا الشيء هذا حاولنا نتقاسمه اليوم مع المشاركات والمشاركين اللي هما زملاء وزميلات الإعلام وطلبة ديال المعهد العالي للإعلام.